بما اننا مهتمين بكل ما هو جديد في الوسط الثقافي، هينضم لنا دلوقتي من خلال زوم البوكتيوبر يسري عفت اللي هيكلمنا عن اعلان الكاتب الفائز بجائزه البوكر العالميه للروايه العربيه لعام 2024. اهلا بحضرتك استاذ يسري. اهلا بحضرتك، مبسوط دايما ان انا بكون معاكي دايما. احنا اسعد. اولا كده عايزين نعرف راي حضرتك في روايه قناع بالون السماء للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي اللي فازت بجائزه البوكر في الدوره السنه دي. تمام. يعني انا دايما بحب اتابع جائزه البوكر، وبحب اتابع الروايات اللي دايما بتكون مترشحه للجائزه، بيديني فكره عن الاعمال العربيه وبتديني تنوع الحقيقه. والسنه دي كانت المنافسه كانت قويه، وكانت كل الروايات الحقيقه في القائمه القصيره كانت ممتازه جدا، واللي بان على سطحهم او الروايه اللي فازت السنه دي اللي هي قناع بالون السماء فعلا هي روايه قويه جدا، روايه بتتكلم عن فلسطين من خلال الشاب نور الشهدي اللي عنده صراع داخلي ما بين هويته الفلسطينيه وما بين شكله اللي اشبه يكون بالشخصيات في الكيان، فده اداله يعني اداله اريحيه ان هو يقدر يتحرك في المدن وفي البلاد جوه فلسطين اللي موجوده تحت تحت الاحتلال او تحت الكيان. بنشوف بقى الصراع جوه نور نفسه، وازاي ان هو في وقت من الاوقات تقمص شخصيه تانية من خلال جاكيت كده اشتراه في احد المحال، في بطاقه هويه لشخصيه اخرى بعنوان اور شابيرا او باسم اور شابيرا، فبنشوف بقى الصراع او بنشوف تقمصه ما بين الشخصيتين وصراعه الداخلي ما بين الشخصيه الفلسطينيه والشخصيه اللي من الكيان الاخر، والحرب اللي دايره بينه كحرب نفسيه. بيورينا كمان الفكره او هنا جوه كمان الروايه نور بيسعى ان هو يعني يتكلم او يعمل روايه عن مريم المجدليه وعن وجودها في فلسطين، ويواجه الاراء الاخرى من الغرب عن الشخصيه دي وعن طموحات الشخصيه دي. كمان الخلفيات بقى ورا ان الروايه دي تظهر للنور كمان حيثيات قويه جدا، ان الروايه دي الكاتب قدر يكتبها داخل سجون وقدر كمان ان احنا نشوفها للنور، بعتقد انها كانت رحله شيقه كمان ما خلف كواليس الروايه، مش بس فكره ان احنا بنقرا الروايه، فاعتقد يعني تكللها انها الروايه تبقى الفايزه السنه دي اعتقد ده يدي امل لينا كلنا الحقيقه من ناحيه الادب ومن نواحي تانيه اخرى. يعني في رأيك إيه أسباب فوز الرواية بجائزة البوكر السنة دي، وإيه هي المعايير من وجهة نظر حضرتك اللي تخلي رواية ممكن تترشح بقوة إن هي تفوز بجائزة كبيرة زي جائزة البوكر؟ يعني في رأيي إن الرواية كسبت، يعني هي أعتقد أول شيء لأن الأمور اللي نقدر نقول عليها السياسية أو الأوضاع اللي إحنا شايفينها حاليًا أعتقد هي من النقط اللي ممكن تكون أثارت اللجنة أو خلت شوية ممكن نقول في نقطة تعاطف زي ما حضرتك الكواليس ورا الموضوع، نظرا لأن كمان كان في رواية أخرى برضو عن الأدب الفلسطيني وهي سماء القدس السبعة. فأعتقد الخلفيات ورا وجود باسم في السجون ده ادالها شوية نوع من أنواع التعاطف، بالإضافة إنها كرواية كتابيا وبتتكلم عن فلسطين رواية قوية، رواية بتصير مواضيع قوية جدا، بتورينا الشاب أو الأطفال في فلسطين لما بينشأوا إزاي واحد يبقى عايش جوه الأمور دي كلها، كل ودايما بلاده في حرب وبينشأ تنشئة غير اللي احنا عايشينها بشكل طبيعي، ممكن إزاي ده بيأثر في نفسيته وبيأثر في حياته أو طول حياته. فأعتقد دي من العناصر القوية اللي أدت إنها إن الرواية دي تكسب، ووجودها كمان مع أعمال تانية قوية برضو يعني ما يقللش من الأعمال دي، أعتقد إن مكسب لكل الأعمال إن الرواية دي تكسب. وجود في العادة يعني دايما بنعتبر إن وجود أعمال القائمة القصيرة كلها بنعتبرهم دايما إن هم كسبانين، وتأهل ست روايات من عدد 160 رواية أو أكتر ده يأهلهم طبعا إن كلهم يبقوا كسبانين. جميل. من وجهة نظر حضرتك كمان يهمني أعرف إيه أكتر حاجة بتميز أو إيه أكتر ما يميز كتابات الكاتب باسم خندقجي، وإيه أهم أعماله اللي جاية اللي شايف إنها حقيقي تستحق كمان إن هي ممكن تفوز بجوائز أدبية؟ يعني هو اللي بيميز كتاباته دايما ان هو من قلب فلسطين، بيتكلم دايما عن المعاناه وليه اكتر من عمل سابق عن العمل ده، انا قرات يمكن عمل او اتنين منهم،
دايما هو عنده تأثر بالحالة، ودايما عنده روح الأمل وبث الأمل ونقل اللي بيحصل بشكل مختلف، بيثير الأشخاص اللي خارج فلسطين تحديدا، بينقل لهم الصورة اللي موجودة جوه اللي ممكن كتير ممكن ما يكونش شافها أو عاشها أو تأثر بيها. كمان من ضمن الحاجات، او بقى بنتكلم على الاعمال اللي جايه، المفترض ان القناع بلون السماء هي تعتبر جزء من سلسله لسه هتكتمل، هي المفروض هتبقى رباعيه، وده اللي يمكن بيبان في النهايه، ان النهايه تبان شويه ان هي مفتوحه، لان لسه في حكايه تانية للشخصيه اللي هي نور مع الشخصيه الفلسطينيه الاخرى اللي هي سماء اسماعيل، واللي هو تاثر بيها نور في النهايه. فاعتقد ان حكايه قناع بلون السماء هي لسه ما انتهتش، هي لسه هنكملها وهنعرف نور هيوصل لايه، لان نور مازال عايش في مرحلة من التوهان وما بين الصراع الداخلي اللي جوه نفسه. فأعتقد إن احنا لسه هنشوف يعني مسيرة أقوى لنور، وهنعيش معاه أكتر بإذن الله. كلمنا أكتر كمان عن رأيك في الروايات اللي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر، زي مثلا مؤامرة على شرف الليدي ميتسي للكاتب المصري أحمد مرسي. تفتكر هل في معايير معينة زي ما قلت لك لازم تكون موجودة في الرواية، ولا بتكون نجاح الرواية مثلا بيكون واحد من أهم عوامل ترشحها لجائزة كبيرة زي دي؟ يعني اعتقد هي بتكون معايير اكتر منها نجاح الروايه، لان في اغلب الاحيان خلينا نقول ان ممكن كتير مننا ما بيكونش عارف عن الاعمال التانيه، يعني بيبتدي يعرف عن الاعمال او بيبتدي يستكشف الاعمال دي لما بتوصل للقائمه القصيره. اعتقد ان مقامره بشرف ليدي ميتسي في وجهه نظري شايف انها كانت من الروايات المرشحه بقوه انها تكسب. الروايه الحقيقه مكتوبه بحرفيه شديده جدا من كل العناصر، بدايه من الحكايه القويه، الزمن اللي الكاتب كتب، الزمن اللي الكاتب كتب فيه الروايه، تخيله للي كان بيحصل في الوقت ده من خلال الصراع السياسي في خلفيه الاحداث، لكن اهتم هو بان هو يجمع شخصيات مختلفه في الحكايه بتاعته، شخصيات ممكن ما لهاش اي علاقه ببعض، ما بين الضابط في البوليس في الوقت ده في سنة 1920 وما بين الشخص اللي نقدر نقول عليه اللي هو بيفهم في الخيل وبيعمل مقامرات الخيل، وما بين الشخصية نفسها اللي جاية من الغرب أو تعتبر اللي بتمثل الإنجليز في الوقت ده وهي ليدي ميتسي، وأخيرا الشاب البدوي اللي هو فوزي الطحاوي اللي جاي من البدو وما بيعرفش أي حاجة، لكن في وقت من الأوقات هيكون بطل من الأبطال في الحكاية بتاعتنا. إزاي الأربع شخصيات دول بيتقاطعوا مع بعض، وإيه حكايتهم، وإيه ارتباطهم بالخيل أو المضمار الخيل نفسه، إيه اللي بيجمعهم، وإيه حكاية أو إيه دافع ورا كل دافع كل شخصية من الشخصيات دي ورا المقامرة على الخيل دي، إيه اللي هيكسب منها يعني في النهاية. فكانت رحلة مهمة جدا، مش بس على فكرة المسابقة أو فكرة المقامرة، لكن بتبين دوافع كل شخصية وارتباطها بالحكاية دي، إيه اللي هيعمله له أو إيه اللي هيغير في حياته لو كسب المراهنة دي أو خسرها. فالرواية الحقيقة كانت قوية جدا، رواية أنا من الأشخاص الحقيقة اللي زعلانين إن الرواية ما كسبتش، لأنها رواية قوية جدا، بالإضافة إنها طبعا لكاتب مصري شاب ليه عملين قبل كده سابقين، والعمل ده عمل قوي، عمل هيحط الكاتب في أعتقد في مرتبة مختلفة جدا، وهيكون عليه اهتمام أكبر المرحلة الجاية، وكمان ضغط إن العمل الجاي يكون عمل قوي، عمل يعني يضاهي قوة مقامرة على شرف الليدي ميتسي. فتمنياتي ليه في جوائز تانية أكيد بإذن الله، إن شاء الله. وطبعا أكيد فوز باسم ما يزعلناش، فوز باسم زي ما قلنا هو فوز ليه وفوز لفلسطين، طبعا ويدينا أمل أكتر إيه اللي ممكن يحصل بره المستوى الأدبي كمان، إن احنا نشوف فلسطين في حال أفضل أكيد طبعا. يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك أستاذ يسري عفة البوكتشوبر، نورتنا طبعا من خلال زوم، وإن شاء الله نقابلك قريب في استوديو. شكرا جدا، شكرا، ميرسي، بشكرك.